المحضر ديال 2009 مقطع منه إعطاء الأولوية مرحلية في الاستفادة من محلات مشروع السوق البلدي الجديد سوق الحرية للتجار بكل القطاعات التجارية بالمنطقة المنطقة الجنوبية سيما سوق المتلاشيات القديم تقصينا وتحرمنا على أساسها ما عندنا حتى شي اتجاه ما عندنا حتى شي باب إلا اتجاه باب صاحب الجلالة إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزكم الله ونصركم عاش الملك من خدام أعتابكم الشريفة تجار السوق القديم بإنسكان الموضوع رسالة استعطاف سلام تام بوجود مولانا دام له النصر والتأييد بعد تقديم ما يليق بمقام جلالتكم السامي من آيات الولاء والإخلاص وفروض الطاعة نستأذنكم سيدي أعزكم الله في أن نضع بين يدي جلالتكم الكريمتين نص الرسالة نعم سيدي أعزكم الله الذي جعلكم رمزا لهذه الأمة وأبقاكم ذخرا وملاذا لكل رعاياكم وأيدكم بنصره المبين ورفع أمر جلالتكم الشريف السامي المطاع ووفقكم الله يا مولاي وسدد خطاكم في سائر أعمالكم السامية الجليلة ونور بطلعتكم البلاد وصان بفضلكم العباد وحما بكم الملة والدين وأنتم سبط النبي الأكرم وأطال الله في عمركم الميمون وعمر ولي عهدكم المصون وشقيقكم السعيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الكريمة وحفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر العظيم وأدام عليكم نعمة الصحة حتى تحققوا كل ما تصبون إليه من إنجازات عظيمة لشعبكم بعون الله تعالى إننا يا مولاي مجندون خلف قيادتكم الرشيدة ونعلن بيعتنا وولاءنا لجنابكم وتعلقنا بأهداب العرش العلوي المجيد وإننا على العهد ملتزمون وباقون سيدي ومولاي أعزكم الله لقد بحت حناجرنا وصدت الأبواب في وجوهنا ولم يبق لنا من ملاذ غير جنابكم الشريف بعد الله تعالى إننا نمارس مهنة التجارة في السوق القديم للمتلاشيات بإنسكان التابع للمجلس البلدي لإنسكان منذ ما يزيد عن 32 سنة وعددنا يناهز 450 تاجرا وكلنا يعيل أسرة من مصدره الوحيد هذا ولقد تربصنا بنا من غرضه في المال فقط غير مراع ولا مبال بنا ولا بمصيرنا وذلك بعد أن هددنا من طرف السلطات المختصة المجلس البلدي السلطات المحلية بالإفراغ إلى وجهة غير معلومة هذا في الوقت الذي طالبنا فيه المجلس البلدي لإنسكان للاستفادة من سوق الحرية سوق البلد الجديد الذي بني بالقرب من سوقنا والتابع لهذا المجلس بشروط معقولة مقابل إفراغنا لكن دون جدوى ولقد سئمنا من المراوغات والوعود الكاذبة التي تصب كلها في اتجاه التخلص منا بأية وسيلة وبأي ثمن وأمام هذا الوضع الخطير تكتلنا في هيئة قانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة كمواطنين مغاربة لهم الحق في العيش الكريم تحت ظل قيادتكم الرشيدة وطرقنا جميع الأبواب لإيجاد حل عادل ومنصف لقضيتنا إلى أن كل تلك الأبواب أغلقت وأصفدت في وجوهنا ولم يبق لنا بعد الله عز وجل ملاذ ولا مناصب عدل وإنصاف جلالتكم فأنتم بخدام أعتابكم أرحم وأشفق وكل ما نلتمسه من جلالتكم وبكل احترام وتبجيل يليقان بمقامكم العالي بالله أن تتدخلوا لدى الجهات المسؤولة قصد استفادتنا نحن تجار السوق القديم المتلاشي في إنسكان من سوق الحرية سوق البلد الجديد وبشروط تراعي أحقيتنا وأسبقيتنا وأقدميتنا وحالتنا الاجتماعية آنذاك نكون قد أنصفنا ولم تذهب سنوات تواجدنا بالسوق القديم سودان وآنذاك أيضا يمكننا إفراغ محلاتنا ونحن آمنين مطمئنين على المصدر الوحيد لأسرنا بوركتم يا مولاي وأطال الله في عمركم وأبقاكم الله دخرا وملاذا آمنا لكل المواطنين وأقر عينكم بولي عهدكم الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة وبالأمير المحبوب مولاي رشيد
وكافة الأسرة الملكية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جلالة الملك خالص الحب والوفاء لعرشكم المجيد والتقدير والاحترام لجناب شخصكم الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.